السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الإخوة والأخوات داخل الجزائر وخارجها. تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. أردت من خلال هذا التسجيل توجيه نداء لكل الجزائريين والجزائريات اللي راهم موجودين في الخارج، سيما من الطلبة والإطارات من كل شرائح ومن مختلف توجهات والاختصاصات، هو أنه نحاول مع بعض على جال باش نلقاو مخرج للبلاد. كلكم يعرف الشي اللي عاشته البلاد من محن ومن ثورات، كلكم يعرف ما الذي جرى في الجزائر طيلة هذه السنوات الأخيرة، خاصة أيام الفتنة العمياء اللي ضربت الجزائر في العمق، ضربت المدرسة وضربت المسجد وضربت الأسرة وكادت أن تفتك بالمجتمع بإسره، لولا بعض الرجال المخلصين اللي حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكلكم يعرف ما الذي جرى في الجزائر من تدمير للقيم، تدمير للاقتصاد، تدمير لكل ما يرمز للجزائر من طرف ناس جهلة وفيه ناس عملاء. كل الباحثين وكل الدارسين اللي درسوا السوسيولوجيا ودرسوا لابسيكولوجي ودرسوا مجموعة من التخصصات عارفين باللي الجزائر من خلال الشيء اللي راه الناس تشوفيه رأي العين، الجزائر ماشية للمجهول. كلكم يعرف الرداء اللي راها موجودة في الجزائر، وراكم تشوفوا السرك اللي راهو يجري سواء في الانتخابات التشريعية هذه اللي راكم تتابعوا فيها، منكم اللي ربما راهو يتابع فيها، أو طيلة هذه السنوات الأخيرة ناس رؤوسهم فارغة، ومع الأسف الشديد راكم تشوفوا النتائج اللي وصلنا لها على كل المستويات. راكم تشوفوا القدرة الشرائية في الجزائر، وراكم تشوفوا ما يعانيه الجزائريون والجزائريات في الداخل. بالتالي الكثير مع الأسف الشديد من الشباب صار لا يعبأ بالأمر العام، أخطي راسه وضرب، ما يهموش وش راهو صاري في البلاد. وراكم تشوفوا الانتهازيين هذو استغلوا هذه الفرص، والان من خلال هذه التكنولوجيا الجديده اللي راها الان موجوده، سيما الموقع نتاع الفيسبوك والموقع نتاع اليوتيوب والموقع نتاع تويتر وكثير من المواقع، سواء التي تدعم الصوت والصورة أو المواقع التي تدعم الكتابة. إذا بكري كانوا الناس يديروا دراسات حول سوسيولوجيا في بلد معين، أو يديروا دراسات حول الأنثروبولوجيا في بلد معين، الآن بإمكانهم من خلال هذه المواقع أنه يديروا الدراسات هذه، مش محتاجين على جال باش يتنقلوا لهذه البلدان. ونعطي لكم أمثلة من خلال هذا الواقع اللي الآن راكم تشوفوا فيه. ولما راني نتكلم في هذا الأشياء مانيش نتكلم فيها هكذا كبارك من راسي، راني نصوب في الكلام ونجيب، راني نتحدث من خلال معلومات. الآن من خلال هذه المواقع راه فيه ناس الآن دي بسيكولوج وناس مختصين في اختصاصات مختلفة،
وراهم يديروا في الدراسات على النفسية نتاع المجتمع الجزائري، واش هي الأشياء اللي راها تهم هذا المواطن الجزائري، واش هي الأشياء اللي يتقلق منها، واش هي الأشياء اللي تعجبه، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات الأخرى. لذلك هذا الناس اللي راهم في الداخل مع الأسف الشديد منهم اللي ما راهوش يشوف في هذه الأمور، أو ربما إذا كان فيه ناس يعني تقدر تقول أقلية، ما هذه الثقافة مش موجودة عند عامة الشعب. وأيضا هذه الناس اللي راهم موجودين في الخارج في الداخل كاين منهم اللي راهو هو على باله ولكن ما هو قادر يدير والو، لأنه كاين هناك ضغط نفسي، كاين هناك ضغط إعلامي، وكاينين ناس راهم يشتغلوا في وسائل الإعلام يدمروا في المجتمع، بل منهم اللي راهو ينشر في الإحباط وينشر في اليأس، بل حتى يساهم في التدمير نتاع المجتمع وحاسب روحه باللي راهو. باش ما نطولش عليكم خاوتي وخواتاتي اللي راكم موجودين في الخارج، الأغلبية منكم درسوا في الجزائر، والأغلبية منكم عندهم والديهم، هذا إذا كانوا هما ما درسوش في الجزائر راهم عندهم والديهم جايين من الجزائر، راهم جو من الجزائر، جو صغار وكبروا لهنا في فرنسا أو في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في أستراليا إلى غير ذلك. وراكم استفدتوا من خلال هذه المرحلة اللي راكم عشتوها في الخارج، استفدتوا يا إما من خلال التكوين أو من خلال الثقافة اللي هزيتوها أو من خلال الأفكار اللي هزيتوها، وحان الأوان هو أنه تمدوا للجزائر. الشيء اللي أنا من خلال هذا التسجيل ومن خلال هذا النداء اللي نوجهه لكم هو أنه نلتفوا مع بعضنا البعض، ونحاولوا هو أنه نديروا أشياء اللي بإمكاننا هو أنه نديروها، ونستطيع إذا كان فيه فقط مجموعة من الرجال، مش مليون مش زوج ملايين، مجموعة من الرجال ما يحوسوا لا على البرلمان ولا يحوسوا على الرئاسة ولا يحوسوا على الوزارة ولا الحكومة، يحوسوا يقدموا خدمة للمجتمع الجزائري، ويكونوا صادقين في المسعى نتاعهم، ويكونوا مستعدين للتضحية، تضحية بالشي اللي يقدروا عليه، اللي راهو قادر هو عنده أفكار يمدها، اللي راهو قادر بالمال نتاعو أيضا يستطيع هو أنه يمد الشي اللي يقدر في إطار نتاع لقاءات أخوية وفي بعض النشاطات اللي نقدر نديروها. وفيما بعد لما الشعب الجزائري راهو رايح يلقى نخبة مثقفة، وراهو رايح يلقى ناس صادقين اللي الهم نتاعهم هو الجزائر، أنا على يقين من أنه الشعب الجزائري راهو رايح يلتف وراءكم، لأنه هذا الناس اللي راهم يتقدموا كلهم عندهم طموحات شخصية، واحد حب يترأس، واحد حب يولي شيخ، واحد حب يولي يتزعم، لكن هذا المفهوم نتاع تقديم خدمة للمجتمع مع الأسف الشديد ما نيش نشوف فيه. وإذا فيه ناس ربما أفراد. لذلك أنا أتوجه لكم بهذا النداء الإخوة اللي راكم موجودين في الخارج، هو أنه نتصلوا بعضنا البعض، راني نوضع لكم البريد الإلكتروني نتاعي في الأسفل نتاع الفيديو، ونوضع لكم الصفحة نتاعي الخاصة على الموقع نتاع الفيسبوك، بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي، ولكن لا أقبل الاتصال بالأسماء المستعارة، ما عنديش الوقت. اللي يحب يتصل بي بالاسم نتاعو الحقيقي والبلاد اللي راه موجود فيها يا مرحبا. الإنسان اللي هو راهو عنده شكوك أو مازال مش مقتنع أو كذا ما يضيعليش وقتي. الإخوة اللي راكم موجودين في تولوز، عندي درك سنوات وأنا نسكن في تولوز ولكن بعيد على هذيك، ما نحبش نبين روحي،
الناس اللي راهم يشوفوا فيا ربما مره على مره هكذا في اليوتيوب ربما يشوفوني هكذا من بعيد ولا يعرفوني، ولكن ما عنديش علاقات هكذا مع الناس. اذا كان فيه اخوه موجودين في تولوز بامكاننا لجل باش نلتقي، راهم كاين عده اماكن نلتقي فيها ونقدروا ننظموا نشاطات مع بعض في اطار من الاخوه، ونحاولوا ان نقدموا خدمه للبلاد. ما ناش نحوسوا من خلال هذا التسجيل والله هذا النشاط باش ندعيوكم على جل باش تساندونا للبرلمان ولا توصلونا للحكومة. نحوسوا على جل باش نخدموا البلاد، نحوسوا على جل باش نقولوا ساسوفي خلاص، نحوسوا على جل باش نوقفوا بالبلاد. ما نحوسوا ندخلوا في مواجهة لا مع شخص ولا مجموعة ولا 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 بلاد ولا سيدي زكري. نحوسوا نخدموا البلاد، نتصلوا بعضنا البعض من خلال هذه الفضاءات، نستطيع من خلال التشاور ومن خلال تلقيح من خلال تزاوج نتاع هذه الأفكار هو أنه نديروا أشياء. إذن نعاود نوجه النداء، نطلب من كل إخوة، نطلب من كل إخوة الطلبة اللي راكم موجودين في تولوز بإمكانكم هو أنه نلتقي، أو ممكن هو أنه تراسلوني عن طريق الصفحة نتاعي من خلال الفيسبوك ونلتقي إن شاء الله سواء في الجامعة أو في أماكن واحدة أخرى. والإخوة اللي راكم موجودين في العواصم الأخرى بريطانيا، ألمانيا، أمريكا إلى غير ذلك، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، المهم الإخوة اللي راكم موجودين في الخارج كيف كيف راهم كاين إخوة رانا نتواصلوا مع بعضنا البعض، نحاولوا إن شاء الله من خلال التنسيق هو أنه نديروا أرضية ونمشيوا عليها على جل باش نقدموا حاجة بأفكار جديدة بوجوه جديدة، نقدموا حاجة للبلاد. إذا كان مقدرناش نغيروا النظام، قادرين نغيروا على الأقل الواقع نتاع بعضنا البعض. كاين اللي راهو محوس يتزوج نعاونوه، كاين اللي راهو حبي يحج نعاونوه، كاين اللي راهو مريض نروحو نزوروه، كاين أشياء اللي في المستطاع نتاعنا نقدروا نديروها، وكاين نشاطات نقدروا نديروها. نديروا قال مثلا دي تورنوا مقابلات رياضية، نشاطات هكذا على جل باش نلموا بعضنا البعض الجزائريين والجزائريات اللي راهم موجودين في الخارج. لما المجتمع الجزائري اللي راهو في الداخل يشوفنا احنا باللي رانا صف واحد ورانا تلحمنا مع بعضنا البعض، رايح فيما بعد الناس تتأثر في الداخل، وإن شاء الله شيئا فشيئا راهم عندنا إخوة في الداخل ونسق مع بعضنا البعض على جل باش نلتقيوا في النهاية بعد ما نوجدوا الأرضية من خلال التوعية والتحسيس. نوصل إن شاء الله فيما بعد على جل باش يكون هناك لقاء موسع اللي مهدنا إن شاء الله المؤتمر في الخارج وفي المقابل أيضا في الجزائر مع الإخوة الخيرين اللي راهم موجودين في الجزائر، بعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن النظام وبعيدا عن التكتلات اللي راهو حب يخدم الجزائر. لما يجي ينسى هذه التكتلات وهذه الأحزاب هذه، وإحنا ماذا بينا باش الإخوة اللي يجيوا ما تكونش عندهم انتماءات. نحوسوا إذن الإخوة والأخوات بعيدا عن الزعامة وبعيدا عن المشيخة، نقدموا خدمة الجزائر. اللي هم الأمر يتواصل معنا إن شاء الله، وشيئا فشيئا نقوم ببعض النشاطات ونحاولوا هو أنه نديروا أيام، قال مثلا يوم مفتوح في بريطانيا تلتقي فيه قال مثلا جمعيات، ونحاولوا هو أنه نديروا نشاطات، قال مثلا يوم في فرنسا، قال يوم في ألمانيا، ويكون تحت إطار اللي إن شاء الله رانا نعملوا له منذ سنوات ونحاولوا إن شاء الله على جل باش نطوروه، ونحاولوا هو أنه إن شاء الله نقدموا أشياء اللي من شأنها هو أنه
ترفع من الهمة نتاع الجزائريين والجزائريات، ونحاولوا إن شاء الله على جال باش نخدموا بلادنا. راني ننتظر فيكم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.